سعاده مديره في المدرسه العليا المعلوماتيه وتحليل النظم. كنحتفيو اليوم بالتخرج ديال الفوج 29 من سلك الهندسه وفوج 16 من سلك الماجستير. عددهم يفوق 272 خريج سلك الهندسه وازيد من 150 خريج من الماجستير. هذا التقليد كنقوموا به سنويا باش نفرحوا الاباء واولياء التلاميذ ديالنا، لانها في الحقيقه هو حفل تميز. والمدرسه العليا معروفه بسمى بالقيمه المضافه اللي كي يقوموا بها المتخرجين، لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد العالمي ولا القاري. كيشتغلوا في كل ما يتعلق من في المعلوماتيه وتحليل النظم وكذلك في عالم الرقمنه، بحيث كيشتغلوا في جميع المجالات اللي كتنمي البلاد، وهم الان مطلوبون بشده نظرا لطلب الوافر في هذه التكوينات. احنا انخرطنا في المشروع ديال جوبينتك لي بور لا كاليفيكاسيون ديال دوطر تالون في هادشي ديال الرقمنه والتكنولوجيات الحديثه. وكذلك كنقوموا بعده تكوينات مستمره باش نواكبوا البلاد ونلبيو الحاجيات ديالها في كل ما يتعلق من الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمه، اتخاذ القرار، كذلك فيما يتعلق في الهندسة المعية 4.0، روبوتات، لا رياليتي اوغمونتي، لا رياليتي فيرتويال، و الى خير ذلك من تكوينات.